ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وزنها يوم نالت بوضعه ابنته بمن فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباءوا وتوالت بشرى الهوات في أن قد ولد المصطفى وحق قل هلاء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وسلم غاية مرامه ومرماه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.